منوراني يا ست سنيه. متشكره يا دكتور. وانت يا ابراهيم باشا حبيبي تسلم. انا ما برحبش بيك، انا كنت هقولك اقلع الجزمه على الباب عشان لسه كانس السجاده من شويه. مش من مصلحتك ولا من مصلحتي ولا من مصلحه سنيه ان اقلع الجزمه. لا يبقى خلاص خليك لابسها. ما انا ما كنتش اقلعها عشان اوامر الدكتور، اصله مانعنا اقلعها في الاماكن المغلقه حفاظا على لا مؤاخذه البيئه. خلاص يا ابراهيم اقطم. تأمريني يا ملكة. إنما إيه سبب الزيارة المفاجأة دي يا ست سنية؟ جايين نطمن عليك، أصل بقالنا كتير كده ما بنشوفكش عندنا في الكباريه. أنا زي الفل، بس الشغل يعني واخد كل وقتي. ليه؟ هو جنون البقر انتشر تاني ولا إيه؟ أنت مش دكتور بهايم برضو؟ لو سمحت أنا مش دكتور بهايم، أنا دكتور نفسي للبهايم. لا طب وانا قلت ايه؟ ما انا قلت جنون بقر، ما قلتش مغص بقر ولا عظم بقر ولا قلب بقر. خلاص بقى، انت جاي تذاكر درس احياء عندي ولا ايه؟ عموما كويس انك بخير. تسلمي يا ست سنية. وعطيته بقى عامل ايه؟ والله يا ست سنية انا بقالي مده ما شفتوش. يعني ازاي يعني؟ هو مش صاحبك برضو؟ صاحبي وكل حاجه، بس زي ما قلت لك كده انا بقالي مده طويله الشغل واخد وقتي خالص. يا دوب برجع البيت اشرب اللبن واغسل رجلي وانام. وبتغسل رجلك قبل ما تنام ليه؟ بتفوقها؟ ما تطلع تستنى بره لغايه ما نخلص كلامنا يا استاذ ابراهيم. انت بتطردني قد في ايه يا ابراهيم باشا؟ انا بهزر معاك يا اخي. الله، ما تشوفيها يا ست سنية. مالكش دعوه بيه وقولي. اقول لك ايه؟ عنوان عطيته فين؟ ما اعرفش عنوانه فين. امال مين اللي يعرف؟ اكيد عطيته اللي يعرف. انا حاسس انه بيستظرف يا سلطانه. ما تظلموش يا ابراهيم، دكتور صفاء مش غريب واكيد عارف اني ما بكرهش اكتر من الاستظراف. واعرف منين يا ست سنية؟ وانا خالك ثم انا ما بستظرفش من الاصل. هسالك تاني يا صفاء وركز قوي قبل ما تجاوبني، عطيته ساكن فين؟ بعد تركيز عميق احب اكد لك اني معرفش عطيته ساكن فين. كده بقى انت هتضطرني اخلي ابراهيم يوري لك الوش التاني. سيد يا عيون سيد، ما تغير القناة يا أخي. طب اصبري بس، اصبري لما البرنامج يخلص يا فوفا. برنامج ايه؟ يعني هو من قلة البهايم اللي عندك في المزرعة رايح تتفرج على عالم الحيوان؟ مش لازم نعرف الدنيا بيجرى فيها ايه يا عفاف. يا راجل شوف لنا فيلم ولا تمثيلية كده نتفرج عليه. اوه امسكي الريموت اهو وهاتي اللي انت عايزاه. اقول لك على حاجة اطفيها احسن وخلينا كده نقعد نتكلم ونتساير مع بعض. وانتي ما بتزهقيش من الكلام المساير يا عفاف؟ انا؟ ده انا مستحيل ازهق من الكلام معاك ابدا. يا خرابي على الكلام الحلو يا جدعان، ما تجيبي ايه؟ اجيب ايه؟ جيب الريموت عشان نكمل عالم الحيوان. ده انا هكسر ام الريموت ده خالص عشان ترتاح يا سيد. الله، دري يا عفاف مالك فيه ايه؟ ما فيش حاجة، اشبع يا اخويا بالحيوانات بتاعتك. انا مش فاهم انت كاره الحيوانات دي ليه؟ تكونيش بقيتي نباتيه من ورايا او ليه؟ بابا عايز ايه انت كمان؟ هو حضرتك بتجاوبي بالنيابه عني ليه؟ الله، هو الواد قال بابا ولا ماما؟ الحق عليا اني بريحك. ان شاء الله ريح قلبك يا ام ايمن يا غاليه. امشي انا طيب ولا اجي وقت تاني ولا ايه؟ بطل لما ده دول عايز ايه؟ عايز اقول لك على حاجه كده. يا دي اخلص وقول بقى، انا مش فضيلك. ما تعطلش ابوك عن عالم الحيوان. ما خلاص بقى يا عفاف. الله، احنا هنهزر قدام الواد ولا ايه؟ اديني سكت اهو. عايز تقول ايه يا ايمن؟ انا عندي ماتش مهم يوم الجمعه اللي جايه وكنت عايزك تيجي عشان تشجعني. ابوك وراه شغل وما هواش فاضي للعب والكلام الفاضي ده. انا بعزمه هو، ما عزمتكيش انت على فكره. شوف الواد وقله ادبه. ايه بقى تكلم ماما كده؟ ما يصحش. يلا اعتذر لها بسرعه. حقك عليا يا ماما، انا اسف. قول لي بقى، الماتش ده مهم ولا ماتش ودي عادي يعني؟ ده ماتش مهم جدا يا بابا، ده الديربي. الله، ده درب المعادي؟ ايوه يا بابا. ده كده بقى لازم اجي انا وامك. ايه هتوديني فين انت وابنك؟ هنتفرج على الواد وهو بيلعب في درب المعادي يا وليا. وايه درب المعادي ده ان شاء الله؟ دي بقى مباراه القمه بين نادي غزل المعادي ونادي بلديه المعادي. هيتلعب فين يا قاد؟ في المعادي، في ارض محايده يعني. حلو كده، كده تمام. يلا هنيجي ان شاء الله. بجد هتيجوا يا بابا؟ ايوه طبعا حبيبي، يا احلى اب في الدنيا. الله، جرى ايه يا واد يا ايمن؟ ما انا كمان جايه معاه. ايه ماليش بوسه انا كمان ولا ايه؟ احلى بوسه لاحلى ماما في الدنيا. حاسب يا ده انت مادت شفاتيرك كده رايح بيها على فين؟ هبوسها. انت اتهطلت يا واد ولا ايه؟ انت عايز تبوس مراتي قدامي؟ في ايه يا سيد مالك بس؟ بهزر معاه يا ابني عفاف. سلم على امك براحتك يا خلاص هتيجوا ولا هترجعوا في كلامكم تاني؟ تبقاش رغاي بقى، قلنا هنيجوا نشجعك. نشجعه بس؟ ده احنا هنخربها تشجيع. هنخربها؟ الله على الكلام.
حجز لنا يا ابني المقصورة الأمامية بسرعة. طب وانا هبقى فين؟ انت هتقعدي في الدرجة التالتة يا عفاف عشان تخربيها تشجيع براحتك. ما تنطق ياض وتخلصنا. انطق اقول ايه؟ شايل المخلل فين؟ ما بعرفش اكل لقمة من غيره. يا راجل ده انت خلصت صينية المسقعة اللي كانت في التلاجة كلها لوحدك، عايز مخلل تاكل بيه ايه؟ هياكلك انت يا عنيا. ياكلني؟ ياكلني ازاي يعني؟ وريله يا ابراهيم هتاكله ازاي؟ هاكلك هم يا لبن. هم يا لبن؟ هو انت كانوا بيردعوك منبار وانت صغير يا ابني؟ عارف ياض، انا هرقش لك كلابيزك اللي انت فرحان بيها دي. كلابيز؟ يعني ايه كلابيز يا اخوي؟ يعني خدودك اللي زي التفاح دول ياض. خلي بالك انا مجوعاه بقالي اسبوع، يعني لو سبته عليك مش هيخلي فيك فتفوته. سبته ايه؟ اربطيه ابوس ايدك، انا عندي فوبيا. خليك حلوه معايا وجاوبني على سؤالي وانا حوشه عنك. سؤال ايه بس؟ عطيته. اشمعنى انت هتخش لنا قفي ياض ولا ايه؟ ما انا مش فاهم والله يا ابراهيم بايه. ما قلنا لك عايزين زفت عطيته. يا اخوانا انا عمري ما رحت له بيته، قطعيته هو اللي بيجي لي. كداب ياض. وانا هكدب عليكوا ليه بس؟ ما هو انت هتقول لنا، يعني هتقول لنا احنا لازم نوصله باي طريقه. طب ماشي ماشي، بس انتوا قولوا لي عايزينه ليه وانا اول ما اشوفه هبلغه على طول. ولو انه ما يخصكش، بس هقول لك احنا عايزينه عشان يكمل الحفلات اللي احنا ماضيين عليها كونتراتو. طيب خلاص حاضر، انا اول ما اشوفه هبلغه على طول. لا يا حبيبي احنا مش عايزين نتعبك معانا، قول لنا انت على عنوانه واحنا هنبلغه بنفسنا. انت اياد بقى لفلقلك وشك ده نصين ياض. يا جماعه انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ طب وشرفك؟ وشرفك يا ست سنايا ما اعرف. ماشي انا هسيبك يومين بس، توداي يا تجيب لي فيهم عنوان عطيته يا هخلي ابراهيم يجيب خبرك. سامع؟ سامع. ادي يا روشة. أؤمرني يا معلم سيد. البيع ماشي تمام. تمام التمام يا سيد المعلمين، كله مكتوب في التقرير ده. طب سمعني التقرير. معدل الطلبات على اللحمة الكندوز زاد الاسبوع ده بنسبة 15% عن الاسبوع اللي قبله. بالنسبة لأسهم الكوارع والمنبار تراجعت بنسبة 2.5 عن الأسبوع اللي فات. أما بالنسبة للريش وبيت اللوح فدول ثابتين على نفس المعدل بدون أي تغيير. كان معكم الأوشة من أمام الأورما بالزبط. طب عال قوي 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 الكلام ده، روح بقى قول لقعبورة يجهز تقرير اللحمة الضاني. عناية معلمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أؤمر يا باشا. المعلم سايب موجود؟ موجود. مين سعادتك؟ أنا المهندس متقاعد محمود بطة، موجه مادة التربية البدنية بوزارة الشباب والأغاني. تحت أمرك يا باشا. المعلم موجود جوه. معلم سيد. يا معلم سيد. في ايه يا داروشة؟ في موجه جاي من الوزارة يا معلم. موجه من الوزارة؟ نعمل ايه يعني؟ نطلع المواشي على الفصول ولا ايه يا لا 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 ما تطلعش حاجة يا معلم، دي زيارة روتينية ومش هتاخد وقت. طب اتفضل يا سعادة الباشا، اهلا وسهلا. روح يا داروشة هات حاجة للبيب بسرعة. لا 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 ملوش لازمة يا معلم، انا مش هاخد وقت. طب خلاص يا ياض روح انت كمل شغلك. حاضر يا معلم. خير يا سعادة البي؟ في حاجة؟ مصيبة عطيته. عطيته؟ عطيته مين يا جدع انت؟ انا المعلم سيد الفخداني. ما تخافش عطيته، انا صفاء صاحبك. انا ما اعرفش حد بالاسم ده. يا عم انا بقولك انا صفاء. بس صفاء ما بيلبس نظارة وما عندوش شنب. ادي النظارة وادي الشنب، صدقت؟ هو ده شكل صفاء، بس ده مش صوته برضه. لا مؤاخذة انا اندمجت في الشخصية. ايه شغل الجنان اللي انت عامله ده في نفسك ده؟ في ايه؟ ومصيبة ايه اللي جاي تتكلم معايا فيها؟ ثانية وابراهيم مزعلهم قلبين الدنيا عليك. قلبين عليا الدنيا ازاي يعني؟ هم جول البيت وهددوني يا سيدي، هددوني عشان اقول لهم على عنوانك. ما قالولكش عايزيني في ايه؟ عايزينك عشان العقد اللي انت ماضي عليه. عقد الحفلات؟ اسم الله عليك، هو عقد الحفلات. خلاص يا صفاء خلاص، ما تخافش انا هحل الموضوع ده معاهم بنفسي.